من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. قد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، قد عظيمة الصدقة ببيت الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتنا وأخواتنا متابعي برنامج بيت الحسين عليه السلام من على شاشة قنوات الإمام الحسين. حياكم الله أينما كنتم، وحياكم الله إن شاء الله مناسيكم لا من الدعاء ولا من الزيارة، ونسأل من الله أن يمن عليكم بتمام الصحة والعافية، وعظم الله لكم الأجر بسيدي ومولاي علي بن موسى الرضا الرواية الثانية لشهادته، وإن شاء الله مناسيكم لا من الدعاء ولا من الزيارة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الإمام الرضا عليه السلام، وسائلين المولى القدير أن يمن علينا بزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الحسين عليه السلام. كما عودناكم كل حلقة إن شاء الله نطلع أجواء زيارة، وتكون هذه الزيارة نيابة عنكم وعن جميع المشتركين والمساهمين في بيت الإمام الحسين عليه السلام. تفضلوا بالزيارة. السلام على الحسين، السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، على أولادي الحسين، وعلى أصحابي حسين. يا حسين يا غريب، يا حسين يا حسين يا وحيد، يا حسين يا السلام على ساقي عطاشة كربلاء وحامل لواء الحسين أبي الفضل العباس، تقبل الله زيارتكم إن شاء الله وأحسن الله أعمالكم إن شاء الله. ونسأل الله العلي القدير بحق هذا اليوم العظيم، وهو مصاب سيدنا مولانا الإمام الرضا عليه السلام على الرواية الثانية، ونسألين العلي القدير أن يمن عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. هذه أرقامنا موجودة أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون تتواصلون، والأخوة الموجودين عن استفساركم على بيت الإمام الحسين عليه السلام، وعن طريقة مساهمتكم لبيت الحسين عليه السلام. وهذه صدقة جارية، الصدقة الجارية هي الضمان لك في الدنيا، لأن عادة الإنسان بعد يعني مثل ما نوهنا وقلنا إنه الإنسان بعد مماته ما يعرف منه يصدق له ومنه يذكره أصلا، ممكن ما يحصل لأي واحد يذكره أصلا بعد. ولكن بعد مماتك راح انت تضمن لما تخليك صدقة جارية وفي كربلاء المقدسة وجوار الحسين عليه السلام، راح تضمن انه منو يذكرك بعد مماتك، وراح تضمن انه عملك مستمر بالعطاء من سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام. فلا تبخل عن نفسك، وخلي هذه الاموال اللي انت جاي تتعب من اجل ان تحصل هذه الاموال، وربما الكثير من عدنا يكنز هذه الاموال
ولكن ما يخلي بيها شيء لآخرته. فهذه فرصة متاحة لكم من قبل قناة الإمام الحسين الفضائية، تقدرون أنه تساهمون وتخلي لك صدقة جارية في بيت الإمام الحسين وفي أرض كربلاء، يعني بالأخص هذه الأرض المباركة اللي الله فضلها على كل بقاع العالم بما اختصت بها من منزلة، بما أنه بها جسد طاهر ألا وهو جسد أبي عبد الله الحسين والأجساد الطاهرة التي هي معه أولاد الحسين وعيال الحسين وأصحاب الحسين. فإن شاء الله ننتظر مساهماتكم واتصالاتكم عبر هذه الأرقام إن شاء الله. وإن شاء الله يا رب كل الأخوة اللي يشاهدونا حاليا عبر التواصل الاجتماعي الفيسبوك على الصفحة الرسمية لقناة الإمام الحسين واللي هي يا أما إمام حسين تي في 2 أو قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية، أيضا بإمكانكم المشاركة والمساهمة والاتصال على قناة الإمام الحسين عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة حاليا على البث المباشر، وأيضا بإمكانكم إرسال الرسائل، وإن شاء الله المسؤولين على صفحة القناة أيضا راح يكونون موجودين للإجابة على رسائلكم إن شاء الله. فأخوتنا وخواتنا اللي حاب أنه يشارك في بيت الحسين عليه السلام ويجعل لنفسه صدقة جارية من خلال هذه المساهمة ليتأخر، باب العطاء لسيدي مولاي أبي عبد الله مفتوح إن شاء الله. فاللي حاب أنه يشارك ويساهم فأرقامنا موجودة أسفل الشاشة. وأيضا نعيد ونكرر في بعض العبارات أو بعض المحتويات اللي تحتاجها قناة الإمام الحسين أو الحسينية بيت الحسين عليه السلام حتى تكمل بأجمل صورة وأبهى منظر لسيدي مولاي أبي عبد الله الحسين ولخدمة عشاق الحسين حتى تنفتح باب هذه الحسينية. فنعرض لكم الشغلات اللي تحتاجها أو الأساسيات اللي تحتاجها هذه الحسينية، بداية من المرمر، من مرمر الجدران واللي قيمته 10,945 دولار. كثير من الأخوة قالوا أنه إحنا نحب نساهم لكن نحس أنه المبلغ كثير، قال بس إن شاء الله بدورنا راح أنه نبلغ أهلنا وأقاربنا ومعارفنا حتى نشارك في جزء بسيط من هذه المواد الموجودة إن شاء الله. يا رب موفقين الأخوة اللي بادروا وشاركوا بهذا الشيء. فنقول مرمر الجدران اللي قيمته 10,945 دولار، وعدكم مرمر الأرضية واللي قيمتها 5,935 دولار، وأيضا ديكور السقف الثانوي واللي قيمتها 1,320 دولار، وعدنا ديكور السقف المراية أو ديكور السقف والمراية واللي قيمتها 3,972 دولار. مثل ما قال ملا حسين أنه في حال إذا شخص توفى ووفى الأجل راح تنقطع أعماله، لكن يا أخوتنا وأخواتنا خلينا نكون واقعيين، يعني أنت حاليا كثير من أحبائك وأهلك فارقوا الحياة، صار لك شقد ما رايح زيارتهم، يعني اللي وصلت لهم في يوم الدفنة واللي وصلت لهم من المحتمل أنه وصلت لهم في اليوم السابع أو الثالث وصلت لقبرهم، من بعدها أنه قررت أنه تروح كل ليلة الجمعة لكن اليوم عندي شغل، اليوم ما أقدر، اليوم ما عندي مجال، اليوم صار عندي مسألة من مسائل الدنيا، لذلك أنه تأخرت بالوصول إلى أهلك وأرحامك لزيارة قبورهم. سيد هو عادة الإنسان لمن يموت يعني يذكرون في يوم السابع من مماته، يذكرونه كل خميس، يذكرونه بالأربعين، في يوم الأربعين مالته، ورا السنة بعد ما تمر سنة سنتين ثلاثة ينسى. لا أزيدك معلومة أنه من بعد الأربعين إذا راحوا له نعمة وبركة ينسي، بالسنة ينسي مرة ينتظرونه ينسي، مع العلم أنه إن كانت الأم غالية أو كان الأب غالي أو كان الظن غالي أنه ولد أو بنت، لكن من السنة للسنة يلا يذكرونه من السنة للسنة قد يذكر. أما هذه الصدقة الجارية إنه لما أنت خليت لك اسم باسم والدك على سبيل المثال، باسم والدتك، باسمك، حتى بعد مماتك، أنت كل إنسان يدخل في هذه الحسينية إنه مجرد يقعد إنه يرتاح في هذا الحسين، أنت صار لك أجر هذه الراحة، لأن أنت بسببك أكيد بسببك من وفرت هذين الشغلات كملت هذا الحسين، أنت سبب في إكمال هذه الحسينية. أكيد وهم نفسهم الأموات أساساً بانتظار من عندنا الصدقة الجارية اللي تبقى كل ليلة الجمعة تدر له خيرات وعطاء وفاتحة توصل للثوابة، فأجر مستمر أكيد. يعني قامت المجالس
فاذا فرصها يعني فرصه جميله اللي حاب واحد الاخوه اللي انتهى الفرص اللي عز امواته يقدر يسوي له صدقه جاريه كهديه له. صح. ومن احد الاخوه اللي انتهز الفرص ويانا احد المتصلين المتبرعين الداعمين لبيت الحسين عليه السلام. من ويانا الاخ شاكر من محافظه البصره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اغاتي. حياكم الله تاج راسي وعظم الله لكم الله الاجر واحسن الله لكم العزاء ان شاء الله. اجورنا واجورك ان شاء الله. اجورنا واجورك يا رب بكل خير. الله يساعدك استاذ شاكر. الله يساعدكم عيوني. حياكم الله وعظم الله لكم الاجر وجزاكم الله خير الجزاء. واياكم يا رب واياكم وهنيالكم وبالعافيه عليكم الخدمه اللي قدمتوها لسيدي مولاي ابي عبد الله الحسين في طريق يا حسين. هذا شيء يعني جزء من الذره يعني مو بدي هذا. صح احسنت لان ابو عبد الله يستاهل من عندنا الاكثر. لولا الامام الحسين احنا يعني اذا اصبحت الامه كذر بلا. صح كلامك صح. وحد المسلمين جميعا وان شاء الله تستمر الخدمه باذن الله يا رب. بدورك حاليا وانت على البث المباشر وصوتك من كربلاء المقدسه بامكانك انه الزور عن اهلك وارحامك واقاربك فتفضل للزياره وقدامك حرم سيدي مولاي الامام الحسين عليه السلام. يا رب زياره مقبوله ودعاء مستجاب مقدما. تفضل. سلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا ابا عبد الله الحسين وعلى اخيك ذا الفضل العباس قطيع الكفين. السلام عليك وعلى ولدك علي الاكبر. السلام عليك وعلى اخيك القاسم بن الحسن. السلام عليك وعلى رضيعك المذبوح من الوريد الى الوريد ضمانا. السلام عليك يا سيدي يا مولاي وعلى جميع الشهداء الذين صقلوا ضد الدين بدمائهم دفاعا عن الاسلام. سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين اطلب منك الشفاء ولجميع ولوالدي ولجميع المرضى واطلب من عندك انه بجاه عند ربك الرحمه لهؤلاء الناس والمغفره الى الموتى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعين هالامه هاي على هالبلاء هذا والوباء وان يرفعه باسم الامام الحسين. واسال من الله ان يوفقكم انتم يا خدام الامام الحسين يا قناه الامام الحسين. الله يوفقكم التوفيق لكم قبل لا يكون إن لان انتم اللي ساهمتوا وانتم اللي شاركتوا وانتم اللي من بعد المسافات من بعد المسافات تبكون دم على سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين. نسال من الله لحضرتك ولاهلك وارحامك وكل من يخصك ان شاء الله بالوصول الى هذه الجنه ان شاء الله يا رب. اشكرك غادي وانا طلب خاص من اريد من عندك وانا في خدمتك شويه تعبانه ان شاء الله. اعطيني اسمها ان شاء الله يشافيها بحق محمد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما راح ننسى ام شاكر ان شاء الله من الصحه والعافيه عند حرم المولى سيدي مولاي قاضي الحاجات ابو الفضل العباس ان شاء الله. ان شاء الله. سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي الفضل العباس. سلام الله عليك يا مولاي. أحسنت. الله ان شاء الله يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في ان شاء الله يا رب الشفاعه الشفاعه الشفاعه. لا بالعكس انا اللي اطلبه من حضرتك انه حتى ما تنقطع من الاتصال مالتنا لان صراحه انت صرت واحد من اهلنا ومن ناسنا اللي شاركت ويانا هذا الاجر لخدمه سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين. طبعا الله يبارك بيك انت وعائلتك ويا رب يحفظك ويحفظ لك كل من يخصك ان شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء وهاي نعمه فضيله الحمد لله والشكر. الحمد لله يا رب. استاذ شاكر استاذ شاكر اطلب من حضرتك طلب بصفتك حاليا احد الداعمين المساهمين في بيت الحسين عليه السلام، شنو الشيء اللي تحب من خلاله توجه رساله الى كل الاخوه والاخوات اللي يسمعون صوتك حاليا عبر شاشه قناه الامام الحسين حتى يصير الحافز لهم ويشاركون مثل ما حضرتك شاركت؟ والله اطلب من جميع الاخوه المساهمه في هذه القناه لان اخوه حسينيه وقناة جيسن بني لأنه هاي تعتبر صدقة جارية لكل الناس. نعم. صدقة جارية لكل الناس اللي يحب يجمعنا وهاي يعني تبرعات ترى تعتبر شيء كلش بسيط. أكيد. هذا بالنسبة لي أعتبرها. أكيد. وهاي أكيد. تعتبر صدقة جارية فأطلب منهم لأنه الحسين هو السفينة اللي راح نصعد بها. صح. فأطلب من كل واحد يسمع صوتي سواء بالبصرة أي محافظة أنه يتبرع ولو شيء بسيط لأنه الاخرته هي الاخرته هاي يتبرع مو يخليها بجيب احد هاي يخليها الاخرته في صحيفه اعماله طبعا هو تعتبر صدقه جاريه له ولاهله الاخرته احسنت قدامك. احسنت يا رب موفق يا رب موفق ان شاء الله. امين الله يوفقكم انتم. الله يسلمك الله يسلمك. توفيقنا توفيقنا اللي تعرفنا على مثل هيك ناس حسينيين غيورين يحبون
الخدمه لسيدي مولاي ابي عبد الله الحسين والزهراء، وان شاء الله يا رب موفقين لكل خير، انتم التوفيق لكم ان شاء الله. الله يوفق الجميع وجزاكم الله خير الجزاء، وان شاء الله اذا الله وفقنا لزياره الامام الحسين باذن الله بالقريب العاجل. والله منك راح اتصل بكم باذن الله بالقريب العاجل، ونتشرف أيوة انه نشوفك في كربلاء في مقر قناه الامام الحسين اللي بشارع امام علي. باذن الله ما بك الا الخير، باذن الله ما بك الا الخير، وان شاء الله سائر على الخط المستقيم مع الحسين عليه السلام. من حقك من حقك من حقك ومن حق كل احد انه مشتاق لزياره سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين يطلب هذا الشيء من كل قاصد لزياره الحسين عليه السلام. يا الله يا الله، نسال من الله حسن الخاتمه لكم ان شاء الله. سبحان الله، واحد من الوالدين جنبي من كربله عند شغله هناك اللي مرضينا. نعم. حتى نقومنا بالواجب. رحم الله والديك، ندري بيكم اهل واجب واهل خير موفقين يا رب. اي طبعا انتم خدام الحسين. على راسي على راسي على راسي على راسي. وانا اسف مره ثانيه طولت عليكم. لا لا على راسي، تاج راسي ان شاء الله. ممنون اليك وممنون الى كل من شارك وياك وساهم. شاكر. رحم الله والديك، شكرا لك والاتصال. ان شاء الله ماكو تقصير مثل الناس ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا لك والاتصالك. حياك الله وجزاك الله خير الجزاء. الله يحفظك. الله يسلمك، ممنون. طبعا ملاحظه لكل المشاهدين، انت بدعمك لبيت الامام الحسين انت مو بس راح تخلي لك صدقه جاريه، انت راح تدعم قضيه الامام الحسين عليه السلام، راح توصل قضيه الامام الحسين عليه السلام لكل انحاء العالم. لان مثل ما تعرفون هذه حسينيه في الطابق الارضي لبنايه قناه الامام الحسين الفضائيه، وراح تكون في عده طوابق هي قنوات الامام الحسين الفضائيه. راح من خلال انت دعمك هذا راح تساعد على ايصال مظلومية سيد الشهداء لكل أنحاء العالم، وباللغات اللي احنا عرفناها عليكم، اللغة الفارسية والعربية والإنجليزية والأردو والتركية، يعني راح توصل واقعة الطف وثورة الإمام الحسين بهذا دعمك. يعني انت خلينا نقول يعني بشغلة واحدة اشتغلت شغلتين، انه انت سويت اولا خليت لك صدقة جارية عفوا، وثاني شغلة انت دعمت قضية الإمام الحسين عليه السلام. ان شاء الله اذا عدنا اتصال ناخذ اتصال. فقضية الإمام الحسين بهذه مساهمتك انت راح تدعمها، وثورة الإمام الحسين بهذه مساهمتك انت راح توصل ثورة الإمام الحسين لكل انحاء العالم. فاللي يساهم في بيت الإمام الحسين خلي الفكرة بباله انه هو جاي ينصر الإمام الحسين بهذا المبلغ البسيط اللي تقدمه، انك انت جاي تخلي لك صدقه جاريه بهذا المبلغ البسيط اللي تقدمه. وهنيئا كل انسان يدعم قضيه الامام الحسين، وهنيئا كل انسان يخلي له صدقه جاريه ويضمن ويحمل زاد لاخرته ويضمن اخرته بهذا العمل المستمر. اذا مات الانسان انقطع عمله الا صدقه جاريه وولد صالح وعمل ينتفع به الى اخرته. فخلي لك صدقه جاريه في بيت الامام الحسين، وادعم قضيه الامام الحسين من خلال هذه المساهمه. ومثل ما نقول احنا مبالغ، هاي مبالغ هي بسيطة، هي ما لها قيمة، ولكن عند الحسين عليه السلام لها قيمة، وإلها لأن أهل البيت أهل الخير، واللي يقدم لها الخير يجازون أضعاف وأضعاف. عندنا اتصال إن شاء الله. الأخ كاظم من واسط. السلام عليكم. حياك الله أبو جواد، شلونك أخوي؟ شو صحتك؟ عظم الله لكم الأجر. أجرنا وأجركم بمصاب سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. وعظم الله أجورنا وأجركم وحسن الله لكم العزاء، وإياكم يا رب سالمين من الله التوفيق لكم ولعائلتكم إن شاء الله يا رب. رحم الله بك وأشكر أسوأ. حقيقة نحن بالنسبة لنا يعني أرواحنا في دار الحسين سلام الله عليه، سلام الله على أبو عبد الله، وش ما ننطي لأبو عبد الله هذا قليل بحقه. يعني إحنا من وفي جزء من عشر معشار، مما احنا عندنا قانون السيده زينب صلوات الله سلام عليها، سلام الله عليها، من قالت اللهم تقبل منا هذا القربان، سنت كذلك من قالت الهي ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، يعني ضحت باعز شيء عندها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاحنا شنو قيمه الماده من نعطيها لابو عبد الله اللي ضحى بكل شيء من اجلنا، من اجل الانسانيه، من اجل الاصلاح في امه جده، سنت من اجل الاسلام، من اجل الدين، من اجل المبادئ الحقيقيه. احسنت. فاحنا كل شيء نقدمه لابو عبد الله هذا قليل بحقه. صح. احنا كل شيء ما نريد جسمه يقفون يوم القيامه غير بس وقفتهم وشفاعتهم، كل شيء ما نريد هذا الشيء. احسنت. ونطلع بوجه الابيض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ومن شيعة امير المؤمنين بصدق يعني، هذا اللي يريده. اللهم امين، اللهم امين يا رب، ان شاء الله. اللهم امين.
ونحن وياكم كذلك ان شاء الله اجمعين ان شاء الله يا رب موفق. انت حاب اكيد يعني صار لك فتره مزاير، احنا حاليا هذه هديه نقدمها لكل انسان يتصل بينا، المشتركين المساهمين نقدم له زياره مباشره مباشره من حرم سيد الشهداء وابو الفضل عباس، فتفضل بالزياره. تفضل بالزياره، وخلي هذه الزياره نيابه عن اهلك وعن كل انسان ساهم مثلك واشترك ببيت الحسين واللي يشاهدونه حاليا. تفضل بالزياره. ان شاء الله وبالنيابه عن محمد وال محمد وبالنيابه عن صاحب العصر والزمان كذلك. اللهم عجل. اقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى الارواح التي حلت بفناء الحسين. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام عليك يا سيدي ومولاي ابو عبد الله، السلام عليك يا ابا الشهداء ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير جزاء المحسنين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب زياره مقبوله ويا رب سائل من الله. ان شاء الله قبول الزياره ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تقبل منا ومنكم ان شاء الله. حاب منك ان توصل رساله بما انه انت شاركت وساهمت في بيت الامام الحسين وخليت لك صدقه جاريه، حاب توصل رساله لكل انسان يسمعك حاليا خلال شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية. نعم إن شاء الله. رسالة هي قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. من شو اسمه هذا اللي تقول صدقة جارية أو ولد صالح، من مات يعني ما معنى الحديث. صدقة جارية أو ولد صالح ندعو له أو علم ينتفع به. عمل ينتفع به. نعم. فإحنا هذه الصدقة جارية هي من أفضل الصدقات الجارية. سابقا ولاحقا ومستقبلا كذلك، الا وهي الصدقه الجاريه اللي تكون في حب الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فما نلقى صدقه جاريه ما ممكن كافه العالم سابقا وحاليا ومستقبلا افضل من صدقه الجاريه تكون في حب الحسين. احسنت. فهذا يعني شيء يعني بيقول يعني هذا تتمناه كل العالم، تتمناه كل الامم هذا الشيء. انه احنا عندنا نبراس، عندنا مولى ابي عبد الله الحسين. فاللي نقدمه إليه يعني شيء قليل، وكيف إذا كان في ذلك الوقت صدقة جارية كل في حب الحسين. فأنا أحب أوصل رسالة إن إحنا ما ينفعنا غير حب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فنترجم هذا الحب إلى واقع عملي وهو بالصدقة الجارية اللي يكون في حب الحسين. أحسنت. فماكو أفضل من هذا الشيء. وأنا أتذكر حديث أحد الأشخاص صدق لي يقول الصدقة بعشرة أمثالها، لكن عند الإمام الحسين بسبعين تعادل سبعين. بعد انت مثل ما يقول كيف تكون صدقه جاريه في حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فانصح كل اخواني كل محبين الامام الحسين ان كل شخص يكون مثال وقدوه لغيره ولمجتمعه بان يقدم صدقه جاريه تكون في حب الحسين. وهذا يعني مثل ما يقول غايه لا ليست المكره غايه. احسنت. والله موفق ان شاء الله. احسنت. جزاك الله خير الجزاء وموفق ان شاء الله اكثر واكثر لخدمه الحسين. وهنيئاً لك على هذه الصدقة الجارية اللي خليتها، وإحنا شاكرين لك ولاتصالك إن شاء الله. نحن إن شاء الله في خدمة الحسين ما حينا وما بقينا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. وليس الأمر قضية المادة، المادة يمكن رغم أنه في هذا الوضع يعني شوية مثلاً صعوبة في استقبالها أو الحصول عليها. سنت. لكن هذا ما يمنع أن نقدم شيء بسيط في هذا الظرف. إنما البر تنفقوا مما تحبون كما يقول الله سبحانه وتعالى. فتعرف إن الوضع الحالي كله مسألة ماديا، لكن هذا ما يمنع إن إحنا نكون شحيحين بهذا الأمر. لا بالعكس. عندنا ننفق مما نحب، وهي يعني مو نخص الحب يعني. هي صح إنه قطعاً الكلامك أستاذنا العزيز. هي صح انه الفلوس هي زينة الحياة، لكن خلي احنا من عندها نزين بها اخرتنا ايضا. نعم هو هذا المطلوب. احسن. ان شاء الله يا رب. فكيف ان تكون زين اخرتنا بحب الحسين يا أكيد والله. اكيد اكيد يعني فشي هذا ما لا يعرفه الا المؤمنون مثل ما يقول الا الناس المتفتحون. صح. احسن. جزاك الله خير الجزاء ان شاء الله. موفق. نعم. اكثر واكثر وشاكرين لك ولاتصالك ان شاء الله. الشكر لله اولا ولابي عبد الله الحسين لصاحب الفضل علينا وعلى الامه قاطبه. امين امين. شكرا لك. اللهم امين. سالم من الله العلي القدير ان يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله، وان شاء الله يا رب لكم حسن الخاتمه لكم. شكرا لك ولاتصالك اخي العزيز. ما دامنا في اجواء بيت الحسين عليه السلام ومن داخل
هذه البناية الموقرة الصادحة بصوت الحسين عليه السلام إلى كل أنحاء العالم. نأخذ هذا الفاصل التعريفي عن بناية بيت الحسين عليه السلام. نشوف الفاصل ونرجع وياكم إن شاء الله. ينادي صوتي يا حسين خليني أبقى خادمك هاك أيامي يا مالك العمر إحساسي يا حرم الجمر عاشورك كل لحظة انتظر يا حسين هاك أيامي يا مالك العمر إحساسي يا حر من جمر عاشورك كل لحظة انتظر يا حسين غابت أنفاسي بحضورك وبدمعي أزورك دلالي أسيرك حيا من بريحتي العشيق تفوح كل ليلة من محرمك تمطر الدنيا بس جروح موسم عاشور موعد العاشقين والجنة ما بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسين موسم عاشور موعد العاشقين والجنة ما بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسين أرفعها بعزاك تشمل الدعاء بيش وكيل رايتك تعلى بالسماء أربعينك أجي وأشوف بالدرب تمشي فاطمة وامشي ويانا بيدي راية عذاب كل خطوة أرفع هذا النداء لبيك يا سيد الإباء يا وامشي وياها وبيدي راية حزا كل خطوة أرفع هذا النداء لبيك يا سيد الإباء يا حسين شفنا الفاصل وشفنا البناية وإن شاء الله نتمنى بجهودكم نكمل هذه البناية حتى تكون صادحة بصوت الحسين عليه السلام وبثورة كربلاء اللي
امتدت على مد الدهور للحرية للاستقلال، وإن شاء الله إحنا بجهودكم نكمل هذه الحسينية المباركة بعد ما تنتهي الأربعين وتبدي الآلام آلام الخدمة بعد ما تنتهي هذا الخدمة والعشرين يوم في خدمة الحسين. أكيد أكو مشاعر جياشة ومؤلمة لخدام الحسين. لسان حالهم يقول الشاعر شاعر مهدي تقي يقول حسين خلصت خدمتي لزوارك كون ما قصرنا وي خطارك بي حال وبس قضت حال انهدم طاحتي ويا تشادر قلبي الخدم جاي طيح التشادر ودمعي يطيع وجهي اسود خلني لا ارجع قبيح خلني وي تعبك بعد خل استريح الا هلا بيها كم بعد المن اصيح تراب زوارك اذا عن عيني غاب وين احصيل بعد من هذا التراب كون خال الموكب مسدود باب يعني معناها نزل بي العذاب يعني معناها نزل بي العذاب. بعد انتهاء الخدمة خدام الحسين المخلصين يحس انه ايامه بدون طعم، الدنيا زاد وملحها الحسين عليه السلام زاد بدون ملح ما تحس بطعمه، ولكن من تخلي له ملح تحس بطعمه. كذلك خدمة الحسين، لما تخدم الحسين تحس بطعم الدنيا، تحس انه انت صدق جاي تعيش بهذه الحياة. فهنيئا لكل خدام الحسين اللي يدعمون قضية سيد الشهداء واللي يساهمون في قضية الإمام الحسين عليه السلام. سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين في محرم وفي صفر الأحزان، وهنيئا إلى كل من نزلت دمعته على سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين في المآتم الحسينية. إن شاء الله يا رب موفقين، ويا رب عليكم العودة إن شاء الله في خدمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين إن شاء الله دائما وأبدا مستمرين في عطائكم لخدمة سيدي مولاي بالأحرار أبي عبد الله الحسين. طبعا أخوتنا وأخواتنا، إحدى الأخوات اليوم اجت للقناة وشاركت في ذهبها بتراجيها الى الامام الحسين عليه السلام، وقالت اني اشارك بذهبي مثل ما شاركت بالمرة السابقة ومنحت خاتمي لحسينية سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين، ارجع واشارك في خاتمي مرة ثانية، وان شاء الله يا رب موفقة وموفقات كل الاخوات اللي شاركن في ذهبهن لسيدي مولاي ابي عبد الله الحسين. السلام عليكم الاخت ام عزت. اخت ام عزت السلام عليكم. ام جود، ام جود السلام عليكم يا ام جود. ام جواد من البصره السلام عليكم. ام جواد السلام، اهلا وسهلا. يما بلا زحمه علي صوت التلفزيون نصينا يا اذا مو زحمه عليك. انا ما عندي تلفزيون، قاعده باب الحسين، احنا زوار. بالعافيه بالعافيه، يعني واصلين الكربلاء ان شاء الله. الحمد لله على سلامتكم. هنيئا لكم. الله يسلمك يا بعد عمري. يعني حاليا مين يمه؟ يعني انت حاليا مجاوره لسيدي مولاي ابي عبد الله الحسين وللضريح الشريف. والله باب الحسين سلام الله عليه. الله يتقبل زيارتك ان شاء الله. ام العزيزه، من خلال شاشه قناه الامام الحسين اطلب منك انه تكونين نائبة عن كل اهلنا وارحامنا وكل من يشاهدنا حاليا على شاشة قناة الامام الحسين، انه تكونين انت نائبة عنا بالزيارة وبالدعاء ان شاء الله.
ان شاء الله يا ابو عبد روحهم الله والديك وان شاء الله يا رب بقضاء حوائجهم حاجتك انتهم تنقضي ان شاء الله يا رب. يستر عليكم يوم احنا ما عندنا غير الحسين. سلام الله على ابو عبد الله. يا ابو عبد روح سلام الله ابن الزهره ما عندنا غير الله والحسين. صار لك قد ما جايه للزياره ام جواد؟ والله من ايام جيتي قبل المشايه بعد ما جاي وجيت. ان شاء الله يا رب موفقه. يا رب موفقه ان شاء الله يا رب موفقه. الله يديمك للخدمه والله يديمك لزياره الحسين عليه السلام ان شاء الله يا رب. احنا ما نسوي للحسين ما نعنياز الحسين سلام الله عليه. يما حضرتك من المساهمين الداعمين لبيت الحسين عليه السلام؟ ايه. شنو اللي خلاك تساهمين وتشاركين بهذه الحسينيه؟ بعد حبنا الحسين سلام الله عليه. سلام الله. دار ام الحسين سلام الله عليها وزينب المكبيه سلام الله عليها. نعم. موفقه يا رب. ما عندنا غير الله والحسين يا ابو عبد روح الله يستركم يما الحسين وتشافيكم شر الامراض هاي من الحسين ابو عبد الله. اللهم امين يا رب واياك يا رب واياك بالعافيه عليك الزياره عليك العوده ان شاء الله. الله والديك مشكور يا بعد عمري طول اعماركم. الله يسلمك يا رب الله يسلمك. اهلا وسهلا يا بعد اهلا وسهلا بيك اكثر ان شاء الله. اذا راح نكون بانتظارك بقناه الامام الحسين تشرفينا بشارع امام علي حتى انه نتشرف في خدمتكم ان شاء الله يا رب. موفقه وموفقين كل الاخوه والاخوات اللي ساهموا واللي دعموا في بيت الحسين عليه السلام. نعم يا اخوتنا ويا اخواتنا نرجع ونقول ارقامنا موجوده اسفل الشاشه اللي حاب انه يشارك ويدعم هذا البيت الحسيني ويشارك مثل ما شاركوا الاخوه والاخوات اللي نطوا ذهبهم والاخوه اللي تبرعوا باموالهم لخدمه سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين. خلي لك هذا الدور في المشاركه في هذه الحسينيه ولا تحرم نفسك من العطاء عند سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين وخلي هذه الحسينيه خلي هذه الحسينيه اللي حاليا على ما انه لو كانت الكاميرات كان راويناكم الجدران مالتها والسقوف مالتها شلونها بعدها كلها مكامله نسبه 50% انه خلصانه ان شاء الله من خلال عطائكم وتبرعكم راح تكمل الحسينيه بهذا المنظر وبهذا الشكل وراح ينزل هذا المنبر الحسيني ويكون في داخل هذه الحسينيه وهذا البيت بيت الحسين وايضا راح تنزل هذه الباب وتصير باب للحسينيه. طبعا هذا المنبر شرحت عليه بالسابق واشرح عليه مره ثانيه. هذا المنبر الحسيني احد الاخوه خدمه الحسين عليهم السلام كان مصاب بمرض السرطان وطلب من الحسين عليه السلام انه يشارك في بيت الحسين عليه السلام بعد شفائه. ابي عبد الله الحسين عليه السلام منحه هذا الشرف وطيبه وقام بسلامه شاء وبجهوده وبمجهوده وبعطاء الحسيني شارك في هذا المنبر الحسيني. قال انه هذا احب انه يكون في داخل الحسينيه وايضا باب للحسينيه وايضا تاج لباب الحسينيه وان شاء الله يا رب بقت هذه الى صدقه جاريه. راح هو لكن بقت هذه الصدقه له ولاطفاله ولعائلته في بيت الحسين عليه السلام. يعني كل شخص يقرا على الحسين وين على الحسين يجلس على هذا المنبر راح يكون شريكه للي سوى هذا المنبر. اي دمعه راح تنزل في هذا في هذه الحسينيه راح يكون دورها واجرها للي سوى المنبر واللي سوى الباب واللي سوى تاج الباب للحسينيه. فيا اخوتنا يا اخواتنا لا تتاخر شارك في جدران الحسينيه، شارك في ارضيه الحسينيه، شارك في سقوف الحسينيه، شارك في انارتها، شارك في كاميراتها، في اجهزه الصوت اللي راح تنصب في هذه الحسينيه. لا تحرم نفسك من هذه الصدقه الجاريه ولا تحرم عائلتك ايضا من هذه الخدمه واللي هي خدمه سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين عليه السلام. وايضا الاخوه اللي يشاهدونا عبر الفيسبوك تقدرون انتم ايضا تخلوا لكم صدقه جاريه وتقدرون تشاركون في بيت الامام الحسين وتخلي لك صدقه جاريه من خلال انه انت مشاركتك وتدخل وتستفسر من خلال بيج القناه الموجود تستفسر عن طريقة المساهمة لبيت الإمام الحسين وأكيد الأخوة راح يتواصلون وياك ويوصلونك إلى كل الطرق للمساهمة لبيت الإمام الحسين عليه السلام. وأيضا الأخوة اللي ما عندهم مشاركة بس حابين أنه يكون لهم أجر وثواب وتكون لهم هذه صدقة جارية من خلال مشاركتهم للبث المباشر الموجود حاليا الشاركة في صفحتك ربما أكو
احد من اصدقائك او متابعين صفحتك يشوف هذا البث ويكون له مساهمه وتكون انت شريكه بالاجر. فالكل اللي يشاهدنا حاليا يسوي مشاركه حتى يوصل هذا البث لكل اصدقائك الموجودين، ربما اكو مشاركه وتكون انت شريك في هذا الاجر. فهذه فرصه واستغل الفرصه واتصلوا الان الان، خلي اتصالاتكم تكون والمشاركاتكم في بيت الامام الحسين عليه السلام من خلال هذه الارقام الموجوده اسفل الشاشه اللي هي موجودين الاخوه عليها، يقدرون هسه حاليا اذا تتصلون عليهم راح تلقون الاخوه يجاوبون عليكم ويعطوكم كافه استفساراتكم حول بيت الامام الحسين وحول امكانياته وطريقه المساهمه وطريقه ايصال مبالغكم الى 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 قناه الامام الحسين الفضائيه والى بيت الحسين عليه السلام من خلال مندوبينا ومن خلال طرق التحويل ان شاء الله. وايضا اخوتنا واخواتنا ينتهي وقتنا وياكم من كربلاء الحسين من شارع قبلة السيد مولاي الحسين ابي عبد الله في بيت الحسين عليه السلام. بكره ان شاء الله بنفس الوقت راح نرجع ونكون وياكم في برنامج بيت الحسين. انا خادمكم سيد عماد الحكيم ومن الحسين الكربلائي في امان الله. في امان الله. من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا اثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين.